جايز، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. مهم اللي اول مره كيشوف هذا الفيديو هذا ما ينساش انه يضغط على زر سبسكرايب وداك الجرس الصغير اللي كينحدح باش وقت ما نزلت اي فيديو توصلوا بالاشعار في البلاصه. وصافي هذا مكان، وما تنساوش انكم تشجعوني باللايك ديالكم، لي لايك حيت كي خليوني نزيدكم اكثر وما نتراجعش على هادشي اللي كندير. كما تشوف العنوان غادي ندير لكم داكشي اللي كنستخدم الشعر ديالي. غادي نشارك معكم دابا واحد الخلطه ديال الزيوت اللي كنطبقها على الشعر ديالي اللي كيخلي الشعر ما يتساقط، كتقوي الزغبه اكثر واكثر. وصافي هذا ما كان، نخليكم على فيديو بلا ما تفلتوا. تسلق نتا هانتوما كما كتشوفوا هذه هي القريعه فاش كنت ندير ديك المجموعه ديال الزيوت. ها هي دابا قربت سالا ليا، بقى ليا فيها غير هادشي، وقلت غادي نعاود ثاني نزيد نعمرها شويه ونزيد فيها الزيوت باش نبدا نستخدمها. المهم تحيه لديليسيا. المهم هاد القريعه هادي فاش كنديرها عادي. ودابا غادي نجيو للزيوت اللي كاينين هنايا، اولا شنو هما الزيوت اللي كاينين هنا غادي نشاركهم معكم. اول حاجه اللي اساسيه البنات اللي هي زيت الهند او زيت الكوكو. كنستخدم بالنسبه لي انا كنستخدم هذه، كنستخدم اي زيت ديال الكوكو كيف ما بغات تكون. المهم انا بالنسبه لي كنستخدم هذه. دابا مع البرد جامده غادي نمشي وغادي ندوبها هو الاول. كنستخدم منها جوج معالق كبارين حتى ثلاثه كاع، حيت زيت الكوكو غنيه عن التعريف باللي كترطب الزغبه ديال الشعر وكتقويها وكل شيء. وثاني حاجه اللي هي زيت الخروع اللي هي هذه، هانتوما كيف ما كتشوفوا. يعني انا بالنسبه لي هذه اللي كناخذ، هذه اللي كنستخدم. غادي نستخدم هذه زيت الخروع. ها هي اصلا هي بقى لي منها شويه حتى نخوي ونخوي، غادي نستخدمها. زيت الخروع اللي معروفه وغنيه عن التعريف باللي كتقوي لنا الزغبه ديال الشعر وكتنوض لينا الشعر، تزيد تكتفو لينا. بحال دابا ملي كنديروه شي بلايص اللي منيضش لينا فيها الشعر بحال هنايا القدام ولا الوسط ولا هذا، كتبدا الزغبه بدا تطلع، يعني كتنوض لينا الشعر وكتعطيه واحد اللمعان زوين وكتحمي الشعر من التقصف زعما بدا يتقطع وهذا. وصافي هذا ما كان، غادي ندير هذا الشيء، هاد شويه هذا اللي باقيين لي غادي نديرو مع الخليط ديالنا. وغادي ندوزو لثالث مكون اللي هو زيت اللوز الحلو اللي هو هذا، هانتوما كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا اللي كنستخدمو انا بالنسبه ليا كنستخدمو حتى الوجه، وعفوا كنستخدمو حتى الوجه وكنستخدمو حتى الشعر ديالي حيت هو زوين للشعر الجاف بحال ديالي انا شعري جاف، زوين شعر جاف. غادي ندير منه حتى هو واحد شويه، ها هو كما كتشوفوا. وغادي ندوزو المكون الرابع ولا معقلتش، المهم غنبدا نقولو غير المكون الاخر وصافي. زيت ارغان اللي انا دايرها في هاد القريعه هادي اللي اصلا ماشي ديالها، هادي زيت ارغان دايرها انا في قريعه كحله، حيت كما كنعرفوا زيت ارغان خصك ديريها في قريعه اللي تكون كحله على حساب الضوء وهذا باش تبقى بيو زعما تبقى كما هي، ما نخسروش دوك الفوائد اللي فيها. وصافي هذا ما كان، هذه كانت جاتني من البلاد وصافي. وهزيتها ودرتها هنايا، جاتني في قرعه كحله، هزيتها انا خويتها في هذه وصافي وحطيتها. مره كنزيد فيها، مره كنزيد فيها وصافي، غير باش نزيد من الحمايه ديالها. وهنا كنت شريت واحد السيروم ديال الالويفيرا ما عجبنيش، كفحتو ودرت في هاد وغسلت هذه مزيان ودرت فيها هاد السيروم هذا ديال زيت ارغان اللي هي هذه. مره كنستخدمها للبشره ديالي وكنديرها حتى للشعر ديالي. غادي ندير منها حتى هي. ندوزو للمكون الاخر اللي هو الفيتامين او اللي هو ها هو على هذا الشكل هذا. حتى هذا خديته من بارا فارماسي، ها هو حتى هو كندير منه جوج قطرات بحال هكا كاع، حتى ثلاثه القطرات صافي. حتى هو كنديرو للوجه ديالي حيت زوين بالنسبه للبشره. الا بغيتي تعرض ديال الشمس هو كيحمي البشره من اشعه الشمس، ولكن هذا لا يعني اننا الا درناه هو ما نديروش الواقي ديال الشمس. ضروري انكم ديروا الواقي ديال الشمس، ضروري ومؤكد، انا كنقول لكم ضروري. واخا درتو هاد فيتامين او ضروري ما ديروا الواقي ديال الشمس ديالكم. وصافي هذا ما كان، عندنا هذا المكون حتى هو، غندير منه ثلاثه القطرات حتى لاربعه وصافي. ندوزو المكون الاخر اللي هو الزيت ديال جونسون اللي كتجي على هذا الشكل هذا. المهم
بالنسبه لي انا كنستخدمهم كاملين بحال الخضره بحال الغوزيه بحال بحال. غادي نستخدم حتى هاد الزيت هادي ديال جونسون، غادي نخوي منها كاع جوج معالق حتى ثلاثه د المعالق، حيت انا كندير بكميات كثيره وكنحط وقت ما بغيت كندير بلا ما نبقى نهز وبدا ندير وبدا نربون. وهذا كنهز خطره واحده كنخلط المكونات وكنحاول نكثر المكون وكنتهنى صافي. هذا ما كان ها هي مكون اخر البنات اللي هو الزيت البلديه. الزيت البلديه حتى هي كندير منها، كندير الزيت البلديه العاديه اللي كندير. ونسيت لكم واحد النقطه، حتى هي مخلطه بديك الزيت حتى هي عندي، ولكن عندي في قريعه شويه بعيده خصني تنجبدها. المهم غادي نقول لكم، كتشدوا الفلفله كتقطعوها كديروها، تاخذوا الثومه كتاخذوا وحده كتقشروها كتقطعوها شويه كتحاولوا غير تنفسوها، كديروا واحد ثلاثه ولا اربعه، وكديروا الزيت البلديه وكديروا الفلفله، الفلفله عاديه الخضراء ماشي الحاره الخضراء، وكديروها كتقطعوها وكتخلطوا الفلفله مع الثومه وكتخويو عليهم الكميه اللي بغيتو ديال الزيت البلديه وكتخليهم ابار. مهم الفلفله اللي غيسولني، الفلفله كنخليوها بداك العظم ديالها كنخليوها هكاك صافي، وكنخليوها واحد السيمانه كاع حتى ل 15 يوم. عاد من بعد كنشدوها وكنخلطوا معها الزيوت اللي بغينا نخلطوا وكنابليكيوها على الشعر ديالنا صافي. هذا ما كان غير بغيت باش نقول لكم، كاينه الزيت البلديه كنديرها العاديه خلاص، وكندير هذا المكون هذا اللي كنكون مخمره هي شحال تقريبا قلت لكم سيمانه ولا 15 يوم على قد كل واحد شنو. هذا كترفوه شي بلاصه اللي ما كتدخلش ليها الشمس ولا هذا شي بلاصه، وكتخليوه 15 يوم ولا سيمانه. عاد من بعد كديروه لشعركم وكتخلطوا معاه الزيوت اللي بغيتو. بغيتو ديروا غير داك المكون ديال الزيت البلديه والثومه والفلفله ديروه، بغيتو تزيدوا معاه زيوت اخرين زيدوه، ولكن من الاحسن انا كنفضل اننا نزيدوا زيوت اخرين باش نغديو الشعر ديالنا اكثر واكثر. وصافي هذا ما كان، غادي ندوزو ثاني لواحد المكون اخر اللي بالنسبه ليا انا اول مره غادي نستعمله صراحه، اول مره غادي نستعمله معكم، وهذا هاد زيت البصل. انتوما كما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا سيروم زوين للشعر، قال لك تيحميه من التقصف وكيقوي الزغبه مزيان مزيان وكينوض لينا الشعر. وهذا وهذا هذا غير واحد جارتنا اللي جابته ليا بصيتو من صحاب اوريفلام وافو، هذا شفتو في الكتالوج وقلت علاش لا ما ناخذوش ونجربو. المهم كيبان ليا القوام ديالو ان ديك الزيت سائله بزاف، ماشي شي قوام ثقيل، تيبان خفيف، تتبان هاد الزيت خفيفه. اول مره غادي نجربو وغادي نضيفو مع هاد الزيوت هذا وغادي نكتشف وغادي نشوف. غادي نخلط كاع هاد الزيوت هادو وغادي نابليكوهم على الشعر ديالي. هانتوما معايا، بغيت نقول لكم البنات بلي راه الزيت هاد الريحه ديال هاد الزيت هادي غير البصله، المهم غير الريحه ديال البصله قاصحه. المهم كندير غادي نكثر هنايا على هذا الشكل هذا. المهم الريحه ديالو بحال البصله، ريحته قاصحه، كنظن انه غادي يعطي مفعول. المهم نجربو صافي. ما ذوبت الزيت ديال جوز الهند واخا المهم ما ذابتش مزيان سخونه، غادي نزيد على هذا الخليط ديالنا. هذا ها هو كيف ما كتشوفوا، غير ربي ما تدرونش الحاله. ها نتوما غادي نزيد حيت انا من العشق ديال الزيت ديال جوز الهند، هاني درت غنحاول ندير النص تقريبا،
وراه هي البنات راه كما قلت لكم هذا وصلت حتى لهنا ناري جمدات. شوفوا كيفاش نقدر نوريكم، خفت على التكفح. نشوف شتوها جمدات. ميمكنش انا ندير شي حاجة وما نديرش الروينة. طبعا خلطت شي معلقه. المهم كما قلت لكم انا نسيت ما وريتكم شرح زدت الزيت البلديه وزدت ثاني ديك الزيت اللي قلت لكم دايره فيها الثومه وداك التخربيق كامل. دابا غادي نديرو ابليكي على. شوفوا ها نتوما يا البنات كيجمد جمد في البلاصه. غادي نجيب شي معلقه وغادي نرجع لكم سين يا البنات. من بعد ما جبت معلقه صغيره اللي هي هذه ها نتوما شوف غادي نحاول انني نخلط هاد الروائن هادي. نشوف نحاول نوريكم، معرفتش ما يبانش لكم. ها نتوما شفتو كيجمدات. نحاول نخلط كاع هادشي باش ما تجمدش. وغادي نغطيها على الشعر واخا الريحه شويه قاصحه يا البنات. استحملوا استحملوا ماشي مشكل، على قبل الشعر نديروا اي حاجه. الشعر هو نصف جمال للمرأة. يمكنش أننا بالنسبة أخص بالنسبة لنا حنا المحجبات كاينين اللي كيهملو شعرهم وما كيهتموش به. لا البنات الشعر ضروري ما خصو حتى هو اهتمام. كما كتهتمي بالبشرة ديالك فما كتهتمي بالجسم ديالك، ضروري ومؤكد أنك تهتمي حتى بالشعر ديالك، حيت الشعر ديالك شي حاجة اللي ضرورية. مهم ضروريه ضروريه واخا ما تتعريهش برا، واخا هذا خاصك تعريه في الدار. يجي واحد النهار انت غادي تزوجي وخصك تعريه في الدار وتصايبيه، ولكن الا كنت غادي تصايبيه خص الشعر انه يكون في صحه جيده، تكون يكون الشعر ديالك مزيان، يكون كثيف، يكون طويل، يكون بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للناس اللي مقربين ليا وعارفيني، انا عارفين بلي راه شعري طويل. قطعته مؤخرا، غير مؤخرا، مازال ما كان تقريبا شهر دابا كان وصل ليا حد هنايا. المهم نقولوا الظهر هنايا وصل ليا، وقطعته انا شويه حد هنايا، ما عرفتش كيبان لكم. المهم قطعته حد هنايا، ودابا راه قطعت القصه غير في هذا الفارسي، دابا قطعتها حد هنايا، دابا راه وصل ليا تقريبا هنايا، يعني طوال. وبفضل هاد الزيوت هادو اللي كنبدا ندير، يعني ضروري ما نهتمو بالشعر ديالنا حتى هو. المهم غادي ندير ليه هاد الزيت هذا، غادي نعمر شعري. شتي الشعر تيولي بدا يدير وتسقطر بالزيت بحال هكاك. غادي نعمر شعري مزيان 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 مزيان، وغادي ندير ليه هاد البنيات هادو اللي كيجيو على هاد الشكل هذا. المهم دابا نوريها لكم. صافي غادي نابليكي، حيت كما كتشوفوا هنا شفتوا هاد القوام ديالو بحال هكا. المهم غادي نابليكي على شعري، وغادي ندير حتى في الفروه ديال الراس ديالي وديروا مساج. من الاحسن الا لقيتوا كيفاش انكم تنعسوا على ظهركم وتسرحوا شعركم لتحت وتبقاو تماصيو وتركزوا ليا بزاف على الفروه، حيت الفروه هي البلاصه باش كتخرج الزغبه. ويلا خرجت ويلا اهتمينا بالفروه غادي تخرج زغبه صحيه وسليمه وزوينه. وهذا المهم ما علينا، غادي نابليكي هاد المجموعه من الزيوت على شعري. المهم يا البنات من بعد ما ابليكيت كاع داك المجموعه ديال الزيوت في شعري، درت هاد البونيه هادي كيف ما كتشوفوا. شوفوا الزيت عرفتوا بقى فيها غير شويه اللي بقى فيها، كاع داكشي اللي كان واصل حتى لهنا كلشي خويته. عرفتي تبدا الشعر كيتسقطر. درتو في الفروه ديال راسي مزيان مزيان، شككت به مزيان، وكندير مساج بحركات دائريه لكاع الفروه ديال الراس ديالي. من بعد منين درت مشط وجمعت، وغادي ناخذو الحاجه الشهيره عند المغاربه بلاتي صبا هذا زيف حياتي اللي مشهور والغني عن التعريف، باش ما تخرجش لينا الزيت وباش ما تضيعش لينا هنايا وفي وجهنا. غادي ندير الزيف ديال حياتي، غادي نشدو بحال هكا وغادي ندير عليه، وغادي نزير على البونيه باش
تبقى ديك الحرارة مشدودة بحال هكا، و الزيت يستفد منها الشعر مزيان مزيان. كنشد من التحت من هنايا، وكنحاول نكحل شوية وكنشد. ندير المهم راكم عارفين كيفاش تلبسوا الزيف ديال حياتي، هو اللي بدا نوريكم انا، راكم عارفين. وصافي غادي نخليوه حتى الصباح، بلاتي نمشي نجيب بلاتو ندير الزيف ديالي. اوكي هكا، وغادي ندير هاد الزيف هذا. اوكي فوالا، شفتو دابا مزيان، دابا مزيان هانتوما صافي. وغادي تمشي وغادي تخلي الشعر ديالك يرتاح ويتشرب مزيان دوك الزيوت وكلشي، غتخليه مزيان يتشرب دوك الزيوت حتى الصباح ان شاء الله. غادي نمشي دابا وغادي نغسل الوجه ديالي، غادي نحيد المكياج وغادي نغسل وجهي، وغادي نمشي نتعشى وغادي نمشي نعس حتى الصباح ان شاء الله، ونتلاقاو.